كما أشرتم السيد الرئيس يعني في بداية تدخلكم بأن اليوم كان يعيش واحد الفرحة وقتها هي جاءت إثر الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر إثر وصوله لمباراة النصف النهائي. وحج السيد الرئيس كما يقول المدرب المنتخب الوطني اللي جاء نتاجا النية. اليوم السيد الرئيس ندعوكم انكم تبدلوا النية وتوفروا واحد الشاشة اخرى للساكنة ديال مدينة الزيوم من اجل يعني متابعة مجريات مباراة النصف النهائي نظرا لما تحمله هذه المباراة من دلالات على مستوى الجانب الرياضي ولا على مستوى جوانب اخرى يمكن كذلك بجانب السياسي. المغرب انا بطبيعة الحال مع الاسف وضعت لي هذه في شكل سؤال كتابي تبقى المادة 46 كتنص في السؤال الكتابي تتعرف تجاوب مع السؤال الكتابي كيفاش وما كتدخلش في سؤال كتابي. انا كان يمكن لك تتصل بيا في اي وقت ولا نتصل بك ولا وتقول لي اللي بغيتي ونقول لك اللي بغيت يكون عندنا المتسع ديال الوقت نجلسوا يمكن نشتغلوا يمكن نخلقوا شي حاجه اللي نخلقوها جميعا نتناقشوا عليها بشكل او باخر. اذا هذا شيء نثمنه ونتمنى انه لو كان عنده غير واحد المده اللي ممكن كان غير اسبوع قبل هذا او 10 ايام كان يمكن يكون وتكون بشكل اخر، ولكن كنشكرك على التنبيه هذا في الجهه.